لولا هذه الست دقائق هذه الست الصدرية دقائق. نعم. لضاع العراق. الصدر هو لا يتعاطى مع السياسة على أنها هي الدائرة الوحيدة التي يتحرك بها أو المسار الوحيد الذي يتحرك به زعيم التيار الصدري، ولكن رغم كل ما ذكرته أستاذ نجم حضرتك، لكن أتصور بأنه لم يفقد كل الأدوات التي يمكن أن تحقق له وسائل النجاح، ولا زال يمتلك كل أدوات الضغط. يعني حينما انسحب من البرلمان 73 استقال وتحول للمعارضة الشعبية، خسر يعني فكرة تشكيل حكومة الأغلبية، تحالف إنقاذ وطن، لكن بالنهاية ما زال يمتلك أدواته يعني. نعم. وأنت أشرت أنه في خلال 6 دقائق يعني أنهى صراعا وصداما مسلحا وفتنة كبيرة جدا، حقق نصرا لذلك عظيما ما سبقه زعيم عراقي من قبل، مستحيل يسويها زعيم أبدا، نصر عظيم للسيد الصدر. أنا أتفق معك، أنا أتفق معك، يعني مجرد أن نتخيل أن الأمور تطورت إلى حد هذه اللحظة. أستاذ نجم، أنت تعرف بنفس الليلة أكو عوائل انتقلت من منازلها في إلى يعني من الرصافة وحتى من المناطق المحيطة في المنطقة الخضراء إلى مناطق أخرى، يعني عملية نزوح داخل بغداد. والله لولا الصدر لضاع العراق. يعني هذه الست دقائق. والله لولا هذه الست دقائق. هذه الست الصدرية دقائق. لضاع العراق. إذن رجعنا لي وين؟ إنه الصدر لا زال يمتلك كل مقومات القوة السياسية. هي معركة، يعني قد يكون الصراع السياسي عبارة عن معارك، لكن أتصور بأن السيد الصدر لا زال يمتلك يعني زمام. طيب. الأمور ولم يخسر على المدى الاستراتيجي يعني.